السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ تنتمناكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مع نهار جديد، وصفه جديده واعره 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 بزاف بزاف. جربوها ما غاديش تندموا، غتعطيكم النتيجه يا سلام وغتشكرون عليها. اختي عرفتي نهار العيد ما غادي تمشي، غيقول لك اويلي انت هي ناديه. لا لا اختي وخلا ماشي ناديه، هذه ودي دارت شي حاجه اختي لوجهها، هذه هي فتيحه. لا لا ماشي هي، هذه هي دينا ولا دنيا ولا فدوى ولا كوثر ولا زينب ولا فاطمه ولا لا ما يصدقوكش اختي. تقريبا غير الاسامي ديال العائله هذه. سمحي لي ما يصدقوكش بهذه الوصفه ديالي، ما غاديش يصدقوك صراحة. واحد الوصفة اللي غتخليك تتشعلي وهكا، يعني هاد الشهر ديال رمضان دوزتي فيه البوطة، دوزتي فيه الفران، دوزتي فيه الصهير، دوزتي في كلشي. هاد الوصفة كنعرفو رمضان كيكون فيه تمارا غترجعك جميع النواحي، سواء هكا في الشقا سواء في التعب كلشي. وغنزيدكم حتى الوجه تيضرر صراحة، انتم شوفوا الوجه كتيعاود تيضرر، باش ماشي فحال ماشي في رمضان ما تنشربوش الماء، ما تنشربوش الماء كافي اللي غادي يخلي لنا وجهنا، حيت ما نقولش لكم الماسكات بوحدهم اللي تيرجعوا لوجهنا. حنا يعني ما كنشربوش الماء بزاف، ما عرفتش زعما كلشي، حيت انت دابا ما تنبقاوش نشربوا الماء، حنا ما كنشربوش الماء صراحه بزاف الصراحه. هذاك الشيء علاش الوجه تيعود حالته، حيت هو الانسان ماشي يقول لك غنعطيك انا الماسك وجهك غيرجع. لا راه خصك تكون انت تشربي الماء مزيان وتكون التغذيه زوينه، الا كنتي تاكل الديسير، كنتي تاكل مثلا داك الشيء الخضراوات. حيد عليا انا تناكل على اللحوم والكراوس صراحه، صراحه اللحوم والكراوس تيخرجوا على الوجه. هو راه الخضره والديسير والماء هذاك الشيء هو احسن حاجه للبشره. ولكن انا نعطيكم واحد الوصفه ضد اللحوم وضد الكراوس اللي تناكل انا، تترجع الوجه هكا تندير تيرجع لي وجهي هكا 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 الصراحه. ما نطولش عليكم يا غزالات يا فنات، غنعطيكم واحد الوصفه اللي شافك غادي يقول لك شكون انتي، اش درتي، اش خسرتي اختي على وجهك. غتقولي لي عطاتني واحد السر، عطاتو لي ماما رشيده. راش غنقول لك؟ راه الحبيب يقولوا الحبيبه شي الصراحه، الحبيب يقولوا الحبيبه. اما حتى هذاك اللي ماشي حبيب راه يقول لك بالعاني لا اختي انا ندير والو، اختي وجهي انا اختي وجهي طبيعي سمحي لي. ولكن لا، الحبيب يقولها الحبيبه، طبيعة الحال يكون الوجه مغسول. هاد الماسك تاع الوجه مغسول، هاد ثم هذا انا راه عرفتي اليوم كنا خارجين ضلينا هكايف على برا، راه الوجه شويه مشوط، ها نتوما كيف تشوفوا ومغسول ما فيه حتى حاجه، ها والو، يعني دا الماسك عنق. بسم الله على بركه الله، عندنا المكون الرئيسي الغزال اللي في هاد الوصفه اللي تيخلي الوجه كيشعل منه ماسك، منه كدير منه غوماج، مني تسالي مني يبقى لنا في الوجه. خطير خطير خطير، غنبدا به الاول. يلا غادي تقولوا لي ما كيتعطلتي علينا، اش غنقول لكم؟ الحبيب يقول لحبيبه. الكوك، الكوك وما ادراك ما الكوك، ها هو الكوك اللي تنديرو هكا في الحلوى وداك الشيء. الشيء ماشي غتحلوي به، ديري به الحلوى تاكلي، لا ديري به الوجه كوماج يرجع لك الوجه هيدا 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 كيشعل. ها هو عندنا الكوك، هانتوما عندنا الحليب بودرة، ها هو الحليب بودرة ماشي الحليب السائل، الحليب بودرة طبيعة الحال نيدو، بينو بينكم حيت يقولو خصك ديري مقالة الإشهار نيدو. وعندنا دانون ياغورت، ياغورت مسوس، دانون مسوس، ها هو دانون مسوس، الحليب بودرة، ها هما ثلاثة حيت يقاو يجيونا التساؤلات. ها نتوما ها عندنا الكوك ياغورت مسوس، ثلاثة مكونات، ثلاثة مكونات هادو غديرهم وجهك غادي يرجعوا لك كيشعلوا. ها نتوما ها هما يا عندي انا راه هما يا غادي تاخذوهم بثلاثه، ولكن السر ديالهم غادي تاخذي هاد البودره مع هاد الكوك وغادي تجانسيهم، غديري لهم تجانس فهمتي، تخلطي واحد مع واحد، ماشي غير ديريهم وتخوي فوق منهم دانون، لا خاصنا هذاك الكوك يتجانس لينا مع الحليب بودره عاده باش غادي نزيدو عليه دانون فهمتوا. غادي يعطيونا هذا الشكل، ها هو شي، ها هو حتى ما ريحته زوين، كلشي فيه زوين، يعني هذا ريحته هذا دانون طبيعي. شو
درنا الكوك، درنا الحليب، درنا دانون، خلطناهم على الوجه يكون نقي. سمعتوا؟ ماشي الوجه عاد تقول لك تخرج حق كنجي ندير، لا غسلي وجهك حبيبه، غسليه صافي. وغادي تاخذوا بسم الله غادي ديروا ها انا داير الزيف، غادي نحيد اختي الزيف وغادي نطليه الوجه كله عنقي ولا عنقي. هانتوما وهنا هانتوما هانتوما. المهم غادي نبقى انا على هاد الطريقه كيف ستشوفوا هكا، ونهبط العنقي ولا عندي نهبط ليه كله، وندير الايدي طبيعه الحال فحال هنا فحال هنا فحال هنا، هادو كيف كيف. وغادي تبقاو تسديو واحد 3 دقائق بحال هكا، تتقومي وجهكم هكا الوجه كله، وانتم تديروا فيه هكا بداك الكوك مع داك الحليب مع داك دانون، وصافي تهبطوا ليه العنيق ضروري باش يبان. وصافي انا غنستمر بهذه الطريقه حيت غنحيد الزيف مبغي صافي، غادي نحيدو ناري غندخل فيكم انا عشت راسي دخلت عندكم. صافي غادي نستمر بهذا الشكل وصافي، وغادي نرجع معاكم. هذا تديروه البنات تديروه 3 مرات في الاسبوع، يعني راه ما عندو ما غيدير لكم. انا كاع الماسكات اللي سنعطيكم زوينين، يعني الا ما نفعوكم ما يضروكم الصراحه. غديروه مده ديال ربع ساعه حتى ثلث ساعه، وغادي نرجع معاكم ونقول لكم اشنو غادي ندير فيه. هانتوما انا دابا غنمشي خصني نحيد الزيف، وغادي نشمر على دراوعي باش خصني ندير حتى اليدي فحال هكايا حتى هما غير حتى هما ضروا لينا بالبوطه. هانتوما ماما كيعجبوها الصراحه، ما تعدي ما تزبوش خصني دير، غندير انا بوحدي. هانتوما غادي ندير حتى اليدي زعما شي معايا ماسك، الا درت شي ماسك نشارك معاكم غيكون بالنسبه لي اول مره. صافي دابا انا غنمشي غنحيد الزيف، غادي نمشي وغادي نرجع معاكم ان شاء الله من بعد واحد ربع ساعه. وهنا مع حبيبات، ودابا الكبيدات ديالي من بعد ما دازت واحد ربع ساعه ثلث ساعه خليته. هانتوما كيف تشوفوا راه كرم، ها هو داك الكوك تيكرم، ولكن دابا خصنا ضروري مني هكا دوزنا واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه ماشي غير نجيو نغسلوه، لا غادي حتى فحال هكا هكا تقومي باش هذاك الكوك هذاك كله نبداو نديرو ليها. هانتوما بوماج دابا الكبيدات ديالي من بعد ما شفتو كيفاش غسلت وجهي هانتوما ها هو. المهم انا حاسه بنتوما ما غاديش تحسوا بيه، راه عرفتي رطب رطب. المهم انا اي ماسك تنعطي لكم الا تيخلي الوجه رطبها، شفتو ها شفتو ما كاين فيه حتى حبه لا ماكياج لا بوماده لا اصلا. انا دابا انا اللي حلاها وجهها خرج ليها غوز كان عاد رطب 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 رطب، يعني غادي غديرو في الساعه في الساعات في ساعات الاواخر اللي انتي صافي كملتي هكا شغلك وساليتي وكسيتي وليداتك. المهم كملتي عليك هذاك الشقه ديال الحليوات ديال المسمن ديال البغري داكشي ديالنا حنايا، وغتنوضي وغادي ديريه من كوشلي وجهك هكا هكا رطب 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 رطب. عاد اش اللي يديه هانتوما من كوشلي كوم تيرجعوا كيشعلوا ها هانتوما واحد هكا. المهم هكا صافي، غادي تاخدي اي مرطب غادي ديريه لوجهك، اولا تاخدي شويه ديال التلج هكا دوزي هكا على وجهك خفيف التلج، واخا كتراتي حرق الوجه اللي ما تيعرفش ليه، اولا ناخذ شويه ديال الموارد. هانتوما كيف تشوفوا يعني هذا ملي تغسلوا وجهكم وداك الشيء، انا خليته نشف ليا عاد جيت لعندكم ها هو تناخذوا بحال هذا وتنديروا ها الموارد زوين صراحه بنعيش صافي تيعود الوجه هكا ورطب وزوين وكانك مديره الماكياج صراحه. حيت هاد الحناك هانتوما شوف كيفاش يعودوا، انا ما عنديش الحناكي كاع نهائيا في حياتي، ما حطيت شي حاجه هكا في حناكي والو، ولكن مع هادشي منقولش لكم.
تيرجع الوجه زوين ورطب. وهاد الحنيكات هكا نظام كاينه نتوما كيف تشوفوا. وصافي كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كاينه واحد البنيه اللي تطلب هكا على باباها مريض وطلبات منه راه قالت لها عافاك لما قولي لماما هكا تعلي مع بابا. دائما غنبقى نقول لكم الله هو اللي تيدعى الحبيبه. حنا غير سبب. وتنشكركم بزاف بزاف اللي تديروا فيا هذا بحال هكا يعني تتكبروا بيا وتقولوا دعي معانا. الله يعمر بيه بنيتي شافي لك باباك يا ربي شافيه لك وتحفظوا ليك. سميتها دايره هي في الكونت ديالها ولا شنو داك الشيء دايره جيما ما عرفتش شنو دايره سي دي اس وقيله سي دي سي ما عرفتش شنو. غنقول لك بنتي الله يشافي لك باباك والله يشافيه والله يحفظه. الله يعمر بيه يخليه لكم تاج فوق رؤوسكم. واي واحد مريض في هذه العواشر يا ربي ترحمه يا ربي ترحمه يا ربي ترحمه برحمه الله. يعني واخا هو مريض واخا هو مريض تنساهلوا مع الله الرحمه. حيت حنا واخا كاحياء ماشي غير اللي ميتين نقول لهم الله يرحمكم لا بالعكس. حتى حنايا محدنا في الدنيا تنطلبوا الله يا ربي ترحمنا برحمته يا سيدي ربي حنا تحت رحمه الله. وصافي وما نطولوش عليكم هذا الفيديو. ديروا هذا الماسك نودي دابا حبيبه ما تخسري والو وغادي يرجع لك وجهك هكا كيشعل انت كيشعل هكا. وصافي واحد المتتبعه حتى هي تنقولها سمحيني لا بزاف بزاف عرفتي نورا قالت لي ماما ناري قالت لي وا نورا وا نورا وتوريني كيفاش دير الماكينه كيفاش تسحل ليها. سمحي لي بزاف بنتي والله الا ملي قالت لي نورا تنقول لك اختي بنتي سمحي لينا بزاف بزاف. وهي غادا توريك نورا دابا كيفاش شاده هذه الطحانه ديال الليمون هذه قالت لها قولي كيفاش شاده مازالش كتحل عادي هي كيكون فيها بحال هكا كدوري كيكون فيها واحد العيبات هنايا هو باش كتحكم فيها يعني كدوري بحال هكا صافي كتحل بالنسبه لهذه الطريقه الاولى. وهذه راه ساهله هذه حتى هي بحال هكا نورمال. وهذه فاش تبغي تركبيها كتكون قاصحه ولكن راه كاع بحال هكا صافي كتحيديها بلا ما تخافي منها تقولي غادي تهرس ولا شي حاجه عادي بالخف طب كتحيد صافي كتحيدي هذا وكتغسليها عادي. الطريقه ديالها ساهله زعما اسمحي لي سمحي لينا بزاف بزاف. وهذه هي كيف قالت لكم هذه كدور يعني هي كدور بحال هكا كيكونوا فيها واحد السنينات كتدوريهم الطريقه وسمحي لنا بنتي. واي وحده من هذا الفيديو الله يرضي عليكم ولا شفتوا هكا نورا ما كتبات اولا شي حاجه عرفونا غير مع هكا مع الوقت. والله الا تتبغي ماشي تتبغي تتكتب لكم كامل وتتكتب لكم من قلبها قسما بالله. تقولي ماما انا تنكتب لهم داك الشيء اللي تنحس به. وسمحوا لينا بزاف بزاف تيقدروا تيمشيو هكا شي كومونتيرات تيمشيو ربما سلطانه تتقاس التليفون ربما. المهم اللي ما كتباتش لي عرفوا راه نتوما كاملين. اي واحد شي دخلتي عند نورا عرفيها غتكتب ليك مرحبا بكم مرحبا ما قول لكم احنا قلنا قد قد قالت لك مرحبا بكم وانا قلت لكم مرحبا ومليون الف مرحبا. وانتم كاملين كاملين راكم كاينين هنا. المهم البنات ما نطولوش عليكم الفيديو نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد كيف العاده ومبروك عيدكم باش نتمنيتو ان شاء الله كنبغيكم.